بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لكل ثقافة منابعها، والثقافات البشرية هي نتاج تراكم تجارب الأمم أو تجارب أمم أخرى تستعيرها أمة من الأمم. فحينما شعب من الشعوب تتراكم تجاربه، تتكون له رؤى خاصة وسلوك خاص، وكذلك قد يستعير بعض الشعوب مفردات ثقافية من الشعوب الأخرى، ثم هذه المفردات الثقافية التي جاءت من الأمم أو الشعوب الأخرى تنصهر في ضمن المنظومة الثقافية التي يحملها هذا الشعب. هذه بالنسبة إلى الثقافات البشرية. أما بالنسبة إلى الثقافة الإسلامية بشكل عام، وكما ذكرنا في بعض الليالي الماضية أن هذه الثقافة قد تكون منبعها أو قد يكون منبعها القيم التي أرساها الدين، وقد تكون مصادق لتلك القيم التي أرساها الدين تكونت هذه المصادق عبر تراكم تجارب المسلمين، فقد تكون قيمة أخذت من الدين، من النصوص الدينية، من سيرة رسول الله والأئمة الطاهرين وسنة الرسول صلى الله عليه وآله، وقد تكون مصداق من مصاديق تلك القيم. فينبغي علينا أن نراجع إلى تلك المنابع وندرسها دراسة صحيحة. لماذا؟ لأنه نلاحظ أن المسلمين يختلفون في بعض القيم، وكل واحد منهم ينسب القيمة التي يعتقد بها أو السلوك الذي يسلكه ينسبه إلى المنابع الدينية. فطائفة تنسب قيمة أو سلوكا إلى المنابع الدينية، وطائفة أخرى تنسب ما يضاد تلك القيمة وما يضاد ذلك السلوك إلى المنابع الدينية. فحينما نصل إلى هذه النتيجة بأن المسلمين متفقون على بعض هذه المنابع، وبعد ذلك يحدث هناك اختلاف وتغيير واجتهادات مختلفة وكلها تنسب إلى ذلك المنبع، فينبغي لكي نصل إلى الثقافة الإسلامية الأصيلة صافية وخالية من اجتهادات الأشخاص، ينبغي علينا أن نراجع إلى تلك المنابع وأن ندرس تلك المنابع دراسة صحيحة حتى نستوحي ونستنبط من تلك المنابع الثقافة الإسلامية الصحيحة الحقة.
نمثل مثالا جزئيا لكي يتضح أهمية هذه المصادر وأهمية هذه المصادر بالنسبة إلى سلوك المسلمين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خرج عليه مجموعة من أصحابه سموا بالخوارج. هؤلاء الأشخاص كانوا يطلبون الحق ولكن أخطأوا، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعبر عنهم بأنهم فليس من طلب الحق فأخطأه. هؤلاء طلبوا الحق فأخطأوه كمن طلب الباطل فأصابه. المشكلة الأساسية في هؤلاء أنهم استوحوا بعض الأمور من القرآن الكريم ولكن بنظرة خاطئة. حينما نظروا إلى القرآن نظرة خاطئة، استوحوا بعض الأمور، جعلوها قيماً وهي ليست قيم، ثم عبر اعتقادهم بأن مخالفة تلك القيم إنما هو كفر حاربوا الإمام عليه الصلاة والسلام وتحولوا إلى مشكلة كبرى في صدر الإسلام. المسلمون عانوا منهم أكثر من 150 عاماً. لماذا؟ لأنهم في البداية كانوا يطلبون الحق ولكن حينما كانوا يرجعون إلى المنبع الأساسي وهو القرآن الكريم ما كانوا يراجعونه بالصورة الصحيحة، فتكونت عندهم قناعات وثقافة خاطئة أثرت على سلوكهم وأثارت القلاقل في صفوف المسلمين. مثلا كانوا يقولون الحكم لله لا لك يا علي. الحكم لله هذا مضمون آية قرآنية، إن الحكم إلا لله، هذه آية قرآنية. ولكن حينما يأخذ هذه الآية القرآنية ثم يفهم منها فهما مغلوطا، يستنتج من هذه الآية أنه المقصود بالحكم الإمرة الإمارة، ويقول هذه لله وليست لشخص من الأشخاص. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يقول كلمة حق، لأنها آية قرآنية، كلمة حق يراد بها باطل. الحكم لله يعني التشريع لله، وليس المقصود أن الإمارة لله، لأنه لا معنى لأن نقول الإمارة لله، فإن الله عز وجل مالك كل شيء. وإنما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يقول لا بد للناس من أمير برا أو فاجر، لا يمكن أن يعيش البشر في فوضى، يجب أن يكون هناك نظام يعبر عنه بالحكومة. هذا الحاكم سواء كان برا أو كان فاجرا لا يمكن أن يخلو المجتمع الإنساني من حكومة، وإلا سادها الهرج والمرج والفوضى. فالحكم من معناه وهو التشريع يتحول إلى معنى آخر وهي الإمارة. زين، هذا سوء الفهم أدى إلى أنه يرفضون حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إمارته، ويحاربونه، ومن ثم يتآمرون على الإمام ويغتال بعضهم الإمام عليه الصلاة والسلام ويستمرون في مشاكلهم وقلاقلهم ردحا من الزمن. فحينما نحن نقول أنه ينبغي علينا أن ندرس منابع الثقافة الإسلامية دراسة صحيحة، هذا لأجل أنه هذه المنابع إذا لم تدرس دراسة صحيحة أمكن أن يستفيد كل إنسان منها ما يريد، أو يستفيد استفادة مغلوطة ثم تتحول هذه الاستفادة المغلوطة إلى قيمة يعتقد بها والسلوك يسلكه. فلذا يجب علينا أن ندرس القرآن دراسة صحيحة، لأن القرآن الكريم هو المصدر الأول. وبالمناسبة فإن الله تعالى أودع كل ما يحتاج إليه الإنسان في القرآن الكريم. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نحن نستوحي من كلمة مبين أن المراد من الكتاب نفس هذا القرآن، وليس كتاباً آخراً يعبرون عنه حسب الروايات باللوح المحفوظ. المقصود بهذه الآية نفس القرآن، لأن كلمة المبين نستوحي منها يعني مبين، واللوح المحفوظ شيء غير مبين لنا الناس، وإنما الله عز وجل جعله وأطلع عليه بعضاً من خلقه، بعض الملائكة القليل الأقل القليل. فقوله مبين نستوحي منه أن المقصود من الكتاب هو القرآن. الله عز وجل يقول إن كل ما تحتاج إليه البشرية نحن أودعناه في هذا القرآن، لأن القرآن كما ذكرنا سابقا كتاب التشريع، كما أن الكون هو كتاب التكوين. الله عز وجل أودع في هذا الكون كل ما يحتاج الإنسان، وخلق الأرض للإنسان، جعل لكم ما في الأرض جميعا، ولكن يبقى على الإنسان أن يستثمر الطاقات والقدرات التي جعلها الله عز وجل في الكون. ولكن كل شيء يحتاج إليه الإنسان موجود في هذا الكون. كذلك في كتاب التشريع وهو القرآن الكريم، الله عز وجل أودع في هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه الإنسان. نهاية الأمر أن الإنسان بحاجة إلى أن يستفيد من هذا الكتاب. أنت إذا تنظر إلى الكون نظرة سطحية، مع أن الكون فيه ملايين القوانين وفيه ما يحتاجه الإنسان من عناصر ومن مكونات، إذا نظرناه نظرة سطحية نرى تراباً وماءً مثلاً وشجراً. لذا الله عز وجل يقول تأمل في المخلوقات، هذه من آيات الله عز وجل. كذلك بالنسبة إلى كتاب التشريع يمكن أن ننظر إلى القرآن نظرة سطحية عابرة، ويمكن أن ننظر إلى القرآن نظرة صحيحة متعمقة. القرآن الكريم ظاهره مبين، كل إنسان يفهم اللغة العربية يفهم القرآن، بشرط أن يفهم اللغة العربية، لسان واضح. كل واحد بمجرد أن يعرف اللغة العربية معرفة صحيحة يفهم القرآن، ولكن الإنسان ينبغي أن يتعمق. إذا تعمق من كل كلمة من كلمات القرآن يمكن للإنسان أن يستفيد استفادات جمة وكبيرة. مثلاً كلمة قل هو الله أحد، هذه الآية قل هو الله أحد، حينما تعطيه لأي إنسان يعرف اللغة العربية يفهم معنى هذه الآية، ولكن حينما يتعمق الإنسان في هذه الآية يجد أن هذه الآية لها دلالة على توحيد الذات، لها دلالة على توحيد الصفات، لها دلالة على توحيد الأفعال، تدل على أن الله عز وجل ليس له جزء وإنما بسيط. وهذه بحوث معمقة تبحث في علم الكلام تستفاد من نفس هذه الآية التي هي واضحة. فالقرآن الكريم كتاب مبين واضح، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتعمق يتدبر حسب تعبير القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني يقرأ الظاهر لا يفهم ما هو موجود في هذا القرآن، يريد أن يستوحي قيم من ظاهر لا يفهمه بالشكل الصحيح. لذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يصف الخوارج بأن هؤلاء يقرؤون القرآن لا تتجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن وكان بعضهم حفظة للقرآن، ولكن هذا مجرد فقط لقلقة لسان، تحريك للسان، لا يستفيدون استفادة صحيحة. فلذا تنقلب الآية بنظرة سطحية مغلوطة إلى شيء لا يريده الله عز وجل، يعني تنقلب الاستفادة من الآية. فإحنا نحن حينما نقول أنه المصدر التشريعي الأول هو القرآن، وكل شيء موجود في القرآن، كل ما يحتاجه الإنسان
وكل مفردات الثقافة الإسلامية موجودة ضمن هذا القرآن، ولكن بحاجة إلى أن يكون الإنسان يتجرد عن معتقداته السابقة، عن خلفياته الذهنية، يتجرد عما سمعه من هذا وذاك، ويتعمق في آيات القرآن حتى يصل إلى تلك المنابع. هذه المنابع إذا وصل إليها يعرف الشيء الذي أراده الله عز وجل. وفي كلامنا الثقافة الإسلامية الأصيلة يجد كل معالمها وكل أصولها موجود في القرآن. ولكن ينبغي علينا ملاحظة أمور. أولاً، يجب ألا يكون تعاملنا مع القرآن كما نتعامل مع كلام البشر. يعني الإنسان حينما يقول كلاماً، أنا مثلاً أذكر كلام، أتكلم الآن، لي قصد ومفهوم في ذهني، أعبر عن هذا المفهوم في ذهني بكلام. الله عز وجل حينما أنزل القرآن الكريم ضمن كلمات القرآن الكريم نور الهداية، يفترق عن كلامي اللي أنا أتكلم اللي أعبر عن ما يختلج في بالي، عن كلام أنزله الله عز وجل وضمنه نور الهداية. وهذه مسألة ونقطة مهمة جدا، إذا احنا التفتنا إليها يمكن أن نستفيد من القرآن كثيرا. أمثل مثال بسيط، إذا علبة فيها صبغ، هذه العلبة التي فيها صبغ قد شخص يأتي ويلقي هذا الصبغ في قارعة الطريق، هو صبغ موجود في قارعة الطريق ملقى، قد لا يكون له أي قيمة. ولكن إذا إنسان فنان مثلا رسام جاء ونفس هذا الصبغ الذي موجود في علبة استعمله في لوحة فنية، تشوف أن هذه اللوحة تتحول إلى قيمة، مع أنه نفس الصبغ إذا ألقي في قارعة الطريق لا قيمة له، ولكن إذا بريشة فنان تحول إلى لوحة فنية، ترى اللوحة الفنية تباع وتشترى بملايين الدولارات، لوحة فنية واحدة. لماذا؟ لأنه نفس هذا الصبغ موجود، ولكن حينما ريشة الفنان جاءت ووضعت كل نقطة من هذا الصبغ في مكانها المناسب وشكلت منه لوحة فنية، هذه اللوحة تتحول إلى قيمة جمالية، وهذه القيمة الجمالية إذا تبدل بقيمة اقتصادية قد تساوي الملايين. هذا تشبيه للتقريب إلى الذهن، وإلا كلام الله عز وجل أعز وأجل من أن يشبه بهذا المثال، ولكن لتقريب المطلب إلى أذهاننا. فتعاملنا مع كلمات القرآن والقرآن يجب أن لا يكون تعاملنا كتعاملنا مع كلام إنسان عادي، وإنما يجب أن نعلم أن الله عز وجل ضمن نور الهداية في هذا القرآن، مثل بلا تشبيه مثل الرسام الذي يضمن اللوحة قيم فنية، وقيم في فن الرسم تعتبر عند الأشخاص الرسامين، وقد يأتي فنان أو رسام آخر يتأمل في هذه اللوحة الفنية ويستوحي منها مجموعة كبيرة من القيم الجمالية إن صح التعبير. الشيء الثاني، يجب أن لا ننظر إلى القرآن بنظرة سطحية. المشكلة شنو هي؟ صير نظرة سطحية، واحد يفتح القرآن يشوف آية ثم يستدل بهذه الآية على ما يختلج في ذهنه، وإنما يجب أن ننظر إلى القرآن بنظرة متعمقة مو نظرة سطحية. مثل أفرض واحد يجي كتاب علمي يفتحها يشوف كلمة زين ثم يستشهد بهذه الكلمة على ما يريد، لا أنه يفرغ ذهنه عما يريد ثم ينظر إلى هذه الكلمة يقول أن المؤلف ماذا أراد وأن الله عز وجل ماذا أراد. وذكرنا مثال الخوارج بحيث أنه ينظر إلى القرآن نظرة سطحية، وأنت عندما تأتي إلى معترك كثير من الطوائف الإسلامية والمذاهب الإسلامية تجد أنه كل واحد يستدل بالقرآن على رأيه، مع أن القرآن واضح ومبين، ولكن الإنسان إذا نظر إليه بنظرة سطحية
ثم أسقط ما في ذهنه على النصوص الدينية يؤولها حسب ما يريد. المشكلة الأخرى الموجودة الثالثة الفهم التجزئي للقرآن، وأشرنا إليه في مرة سابقة، نكفر ببعض نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ما يطابق مصالحنا نؤمن به، ما يعارض مصالحنا نكفر به، ما قاله مثلا السلف نؤمن به، ما لم يقله بعض السلف نكفر به. هذه النظرة أيضا نظرة خاطئة وغير صحيحة، والقرآن الكريم يذم هذه النظرة أشد ذم. لماذا؟ لأن هذه النظرة تحرف معاني الآيات القرآنية فتنقلب قيمة إلى ضدها، والاستدلال بالقرآن الكريم. الآن أنت تشوف مثلا الآن في العصر الحاضر نحن نعاني المسلمين من حركات متطرفة، وهذه الحركات المتطرفة تعمل أعمال ضد الدين بالأساس، قتل الأبرياء، ترويع الناس، تشويه سمعة الإسلام والمسلمين. بماذا تستدل؟ تستدل بالقرآن الكريم، تقول الله عز وجل أمر بالجهاد ونحن نجاهد. زين، هل هذا العمل هو الجهاد مثلا؟ النظرة السطحية إلى كلمة الجهاد الموجودة في القرآن تسوقه إلى هذا، كما أن الخوارج رجل من الرجال جاء، هذا الرجل مع زوجته الحامل، زين، قتلوه وبقروا بطن زوجته وقتلوا الجنين الموجود، زين، ويستدلون بالقرآن الكريم. ثم أحدهم بعد أن قتلوا هذا الرجل وزوجته وطفله الذي كان جنين، أحدهم رأى تمرة على الأرض أراد أن يضعها في فمه، فدمر الذكر أنه هذا ما يصير لأنه هذا ملك الغير ولا يجوز أكل ملك الغير، يقتل إنسان وزوجته الحامل والطفل، يستدل بالقرآن. ثم تمرة واحدة من شجرة ساقطة لا يأكلها لأنها ملك الغير ولا يجوز أكل ملك الغير، زين، بالقرآن الكريم يستدل لشيء الذي هو في الحقيقة خلاف ما يقوله القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم كما أشرنا سابقا في جواب سؤال أحد الإخوة جعل الجهاد لإعلاء كلمة الحق، فالجهاد هو طريق للوصول إلى القيم، وليس الجهاد أن تقتل الأبرياء لكي مثلا تؤذي عدوا من الأعداء. فعلى كل حال هذه المشكلة احنا الآن نعاني منها ليس في مسألة الفهم المغلوط للجهاد، بل كثير من المفردات تفهم فهما مغلوطا بسبب النظرة السطحية أو بسبب تعامل مع القرآن تعامل بشري وليس التعامل مع القرآن كما أراده الله عز وجل، أو عن طريق التأويل من غير دليل، أو عن طريق تقديس كلام المفسرين، مع أن كلام المفسرين مع احترامنا لهم إنما هو جهد بشري قد يكون خطأ، التعمق فيه والتأمل فيه قد يسوقنا إلى أن هذا الاستنتاج خطأ، اجتهاد قد يكون صاحبه مأجور عليه، ولكن ليس كلاما مقدسا. لأن الوقت انتهى، نترك هاتين النقطتين وهو التأويل وتقديس كلام المفسرين إلى الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق الله.